اللهم يا جبار السماوات والأرض ويا خالق السماوات والأرض، يا منتقم يا الله، يا قوي يا الله، يا جبار يا الله. يا ربنا نشتكي إليك من حال مصرنا، فأنت يا رب ترانا وتعلم حالنا. اللهم انتقم ممن قتلوا جنودنا، اللهم انتقم ممن قتلوا جنودنا، اللهم انتقم ممن قتلوهم في رمضان، اللهم انتقم من كل من قتل المصريين يا ربنا، اللهم انتقم من كل من استهان بحرمة الدماء، اللهم عليك بالظالمين، اللهم إنا نجعلك في نحرهم، اللهم إنا نجعلك في نحرهم، اللهم أرنا في أعدائك آية، اللهم أخرجنا من بينهم سالمين، اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجعلنا للحق متبعين، وعن الباطل معرضين، وعن الباطل وأهله معرضين، واحفظ يا رب مصر وديارها وأرضها من المعتدين، واحفظ يا رب مصرنا وأرضها من الغاصبين، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم اكشف عنا الغمة، اللهم اكشف عنا الغمة، اللهم أزل عن بلادنا السوء والشقاق والفتن، اللهم وحد كلمتنا، اللهم وحد كلمتنا، ووحد قادتنا، واهد قادتنا، واهد قادتنا، واللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، اللهم خذ الظالمين أخذ عزيز مقتدر، ورد للمظلومين حقوقهم يا مقتدر، واجعلنا من عبادك الأبرار، وتقبل اللهم منا شهر رمضان، وتقبل يا رب منا الصيام والقيام، واجعلنا في هذه الليلة ممن أعتقت رقابهم ورقاب آبائهم ورقاب أمهاتهم ورقاب أمهاتهم، اللهم حرم على النار أجسادنا، اللهم حرم على النار أجسادنا، واغفر يا رب لنا زلاتنا، واغفر يا رب لنا ذنوبنا، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا، وتب علينا يا مولانا، إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.